مكافئين معكم اكيد، وبنرجع بنتقل عند الشيف شادي. اليوم صار معي بالشيف شادي ورشه ملح. وهيك واحد بيعرف قديش الشيف شادي مهم. احبائي صباح الخير، واهلا وسهلا فيكم للفقره المفصله مع الشيف شادي اليوم. واليوم لا، ما راح يقطع نهارنا على خير، اليوم ما راح يقطع على خير ابدا ابدا. شو بدك هلا؟ بركاتك بس. بعرفك بتحبيني، بعرفك ما فيك بطلت تستغني عني. نهارنا كان جميل، بدا الصبح كمان بطريقه جميله. حضرنا فيه اليوم وصفات بعقده بجنن وخلصوا، يعني فيني اعمل حالي وروح على البيت. بس لا، بعد في كم شغله بدنا ننهيها بعد شوي. اول شيء عملنا اليوم ساندويش بعقد من خبز الفوكاتشا على زيتون، محشي بقلبه من الامونتال، من الخس هيك، من البندوره، من البندوره المجففه. رح كمان اذا ضل عندنا شويه وقت بدنا نعمل هالساندويش الحلو باخر الحلقه، اذا ضل وقت، اذا ما ضل وقت ما بنعمله. خلص الموضوع. اما بالنسبه للدجاج موجودين بالفرن، وغير هيك بالفرن موجودين وجاهزين، ورح روح جيبهم بعد 10 ثواني. هن المافن، بس انا عاملهم اليوم هيك بطريقه مستطيله، عاملهم بطريقه الانجليش كيك، بس العجينه رح احكي عنها بعد شوي. بس نطلعهم من الفرن لانه احلى ما يحترقوا عنا. واحد رح نبلش. واو، صاروا جاهزين، رح نطلعهم هون. طريقه كمان جميله، حلوين، وراح نحطهم على هالغاز. الغاز اكيد مش شاعل، بس حطيناهم بطريقه بس مشان يبردوا. واكيد راح نجيب الصينيه الثانيه اللي هن عملتهم مثل الانجليش كيك. اما راح فرجيكم افخاد الدجاج اللي عم يتحمروا بالفرن، وراح نحكي كمان هلا عنهم كيف عملناهم. طيب خلوني بلش شوي صغيره بما كانوا بردوا هالخليط او خليط المافن اللي عملناه او الكب كيكس على طعمه البسطرمة بما كانوا بردوا. خليني اشرح عن فخاد الدجاج الموجودين بالفرن. جبنا من معجون الطماطم، خلطناه مع عصير الحامض، يعني عصير الليمون الحامض، وشوي صغيره من زيت الزيتون، فلفل حار، شوي صغيره من البابريكا، ملح، وشوي صغيره كمان من الاوريجانو، واللي بده يزيد كزبره، اللي بده يزيد كمان اي شيء ما في مشكله. خلطناهم، تبلنا او خلطنا معهم فخاد الدجاج، ممكن يكونوا كمان صدورة الدجاج او الدجاجه مثل ما هي، ويلا مع شويه زيت زيتون على وجهها اذا بدكم، او نتفط مي بكعب الصينيه على الفرن. هلا بس يستويوا فينا ناكلهم مثل ما هن هيك، وفينا نقدم معهم بطاطا. انا اليوم رح اقدم معهم سلطه افوكا. هلا بتشوفوا كيف بدنا نحضرها، هيدي شغله كثير هينه. سو اللي عملته بالفرن شغلة سريعة حلوة، مين ما كان بيعرف يعملها. معجون طماطم، زيت الزيتون، عصير الحامض، ملح، الفلفل، حطينا بقلبه كمان من الأوريجانو، ومن كمان الفلفل الأحمر الحار، أوكي، أو البابريكا الحارة أو البابريكا الحلوة. واو، ما أطيب هالخلطة. أما هون تنبلش هلأ يا شيف شادي. بدنا نعمل شغلة، أول شيء هون الملفوفات صاروا جاهزين، هلأ بنحكي عنهم. ثواني، اللي رح اعمله هو رح جيب انا صينيه هيك نحطها، والصينيه فينا نقلبها. يا سلام، اوكي قلبنا كل شيء، ان شاء الله يكونوا كمان هيك، ما عندي ولا شغله مثل ما بيقولوا ملزقه، لانه احنا رشينا الصينيه بال واو. وحده ملزقه يا شيف شادي، بس معلش خليكم معي شوي. ها هبطت، جريت بعقده، لكن رشينا الصينيه نحن بالزبده او برزاز الزبده، او اذا بدكم بالاويل سبراي من دون اي مشكله، وحطينا بقلب العجينه. هلا بنحكي عن العجينه بعد شوي، رح نزيح هون على جنب هيك. رح اجيب انا هيدا الصحن هون مشان كمان الانجليش كيك، اللي هو شكل الانجليش كيك، بس بنرجع كمان نفس الخلطه اللي عملناها للمافنز مع البسطرمه. يا سلام يا شادي بهالطريقه هيك. خلينا نشوف الشكل، وهلا كمان ها طريقه كان جميله، وهلا بنقطعها بطريقه حلوه. شو هني؟ تنجيب اول شيء كف، ونحن عم نحطهم بقلب الطبق وعم نقطعهم، بنحكي شوي صغيره عن الموضوع، او بنقول شو كانت كمان الوصفه. 3 أكواب من الطحين خلطتهم مع ملعقه كبيره، او ملعقه يعني كبيره الا شوي، من البيكنج باودر على جنب.
جينا على الجنب الثاني اخذنا بيضتين مع كوب ونص من اللبن، وكنا على جنب كمان جايين مدوبين ملعقه صغيره من الخميره مع ملعقه كبيره من المي، لكن ملعقه كبيره من المي، نص ملعقه صغيره من الخميره، اوكي؟ حطيناهم مع بعضهم وكانت المي شوي صغيره فاتره مشان الخميره تدوب بسرعه وتعطي مفعوله، لكن مي مع الخميره، هون حطينا البيضتين مع كوب ونص من اللبن وضفنا لهم اوكي هالخميرات فوقهم، وحطينا فوقهم 5 ملاعق كبار من زيت الزيتون. خلطنا الكل سوا وبعد شوي بلشنا نعجن، يعني حطينا المواد السائلة على المواد الجافة، الجافة اللي هي الطحين مع البيكنج باودر، وعملنا عجينة. هالعجينة بتكون عجينة سائلة، فينا نضيف عليها شو ما بدنا مشان يطعملنا العجينة. أنا عملت هلأ بقلب مقلي يعني على جنب خلطة من البصل من الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر، يعني فلفل الحلوة والبسطرمة. يا بيي شو طيبة البسطرمة، بس تخلطوها بهالطريقة. طب شيلوا البسطرمة حطوا لحمة مفرومة، شيلوا ما حطوا دجاج، حطوا اللي بدكم اياه، بردوا ضفتهم على الخليط، لكن صار عندي خليط هالمفن مع خليط البصل والفلافل والبسطرمة، جمعناهم مع بعضهم، صار عندي هالخليط اللي حطيته بقلب هالقوالب وخبزناه على حرارة 170 180 درجة، أخذوا معنا 22 24 دقيقة. يلا يا شيف شادي هون تنحطهم بطريقة كمان جميلة، طلعوا شو حلوين. كمان فينا نقطعهم، فينا نعمل اللي بدكم اياه، وفين يكونوا كمان صغار، انا عملتهم اكيد كبار، اوكي، مشان انهي بسرعه ومشان كمان ما ضيع هيك وقت اجي اسكبهم وحده وحده. طلعوا شو حلوين. اما بالنسبه للثاني رح انا هلا نجرب كمان اقطعها قدامكم تتشوفوا كمان قد ايه جميله. طلعوا كيف، رح اجي انا اقلبها حتى ولو سخنه. طلعوا كيف هيك، رح نجيب سكين ونقطعها شقف ونحطها كمان بقلب نفس الصحن. إذا بدكم كمان فينا نعمل هيك، أول شيء خلينا نشوف شكلها من الداخل شو حلو. طلعوا بعدها سخنة كمان كتير، انتبهوا. وحدة، صاروا عندنا كمان كم واحد نحن اليوم بالاستوديو بيعقدوا. طلعوا شو حلوين، سخنة كتير بس ما بيأثر، نبلش كمان نصفهم بهالطريقة. ما تتخيلوا ريحتهم شو حلوة. وأنا بفضل إذا عم نعملهم بالبيت أو عم نشتغل لبيفيه أو عم نشتغل اليوم كمان موسم كان الأول أربينات، وكمان يعني أي شيء ممكن تكون مناسبة عم تعملوها عملون صغار أو قطعون صغار تكل واحد بياخد شقفة صغيرة. طلعوا شو حلوين، بيعقدوا بجر جريت. لكن انتهينا من موضوع المافنز أو الكب كيكس، هودي صاروا جاهزين. هون يا سلام، هون هي طبخة لوحدها، هي طبخة مدفونة لوحدها، هي طبخة برغل لوحدها، هي طبخة كمان فلافلة أو مش فلافلة، ملفوف. بس ليش قلت فلافلة؟ لأنه ممكن تكون فلافلة، لأنه نحن اليوم بنسمع بوصفة الفلافلة الحارة، مش مزبوط، بنسمع بوصفة كمان الملفوف الحار، إن كان أحمر ملفوفة أو البيضة. شو عملنا بالبيضة؟ أول شيء صارت جاهزة هون، رح آخذ ملعقة هلا فرجيكم هالخلطة الملفوف الحر، تعقد فايت فيها شيف شادي. طلعوا شو حلوة هون، وهيدي هالطبخة أو هالشكل الحلو كمان، واو، ما تتخيلوا قديش حلوة هالطبخة، أوكي. بس أنت قلت يا شيف شادي قبل بشوي صغيرة إنه خليهم شوي من بعد ما يستويوا كمان تحطهم هيك بهالطريقة مشان هيك على البخار يتبل معنا أكثر البرغل. أول ما نطلع بريك رح أشرح عن هيدي الوصفة. بصل شرائح مقلي مع زيت الزيتون، ملفوف شرائح منضيفه على البصل وزيت الزيتون، بنقليهم كلهم سوا، على جنب بيكون عندنا نص كوب من البرغل الخشن الابيض او الاحمر او الاسمر، يعني مغسلينه منضيفهم عليهم، اوكي، من بعد اكيد ما يكون مغسل، وبتكبوا كمان المي، على جنب بيكون عندنا من المرقة الخضرة اللي عم تغلي، حطينا كالملفوف والبصل كمان والبرغل مع بعضهم، ضفنا لهم من الرب الحر أو من الفلفل الأحمر الحر البودرة بكمية تيطلع معنا ملفوف حر، وضفنا عليهم حوالي الكوب إلا شوي من المرقة اللي عم تغلي على نص كوب من البرغل، ملح وفلفل، استويوا رح نقدمهم بعد البريك. رولا ناطرك وناطركم. Thank you.
مش بس انه بالبيت ما لازم يكون موجود الرجال، كمان مش لازم يكون بالشغل، يعني لا بالشغل ولا بالبيت، ليه محل تاني ما بعرف وين، ورشة ملح. احبائي صباح الخير من جديد لاخر فقره مع الشيف شادي، وانضمت لالي الزميله رولا. تسلم الله يخليك يا زميل. والرجال محله من الاعراب ولا محل بالبيت هي كلمه وحده، الازعاج. نحن اصلا نحن صنفنا مزعج مزعجين. مزعج سمعت من هون وصلكم من هون. لا عن جد انا مرات كثيره مشان لا جاوبت ضيع دقيقه وقت القعده بالبيت، انا ما فيني قاعد بالبيت، حوس حلو جاي من فعل حاصه، حاصه 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 يعني بحوس الواحد، ما فيني ابدا الا بدي اعمل شيء. انتبهوا اذا عم شيء بدي اشتغل طبوخ. يمكن لاني متعود دائما اني اشتغل كثير، عم بحكي جد هلا على جمعه برافو فرز وريح ميرنا. بتعرف شو رح اعمل؟ رح صور حلقات وبتعرضون مصورين هيك مرتاح كمان مرتاح من وجودك. اوكي شفت قلت ايه بوجودك انا ما قلتها. طيب حلوين كثير بيعقدوا جننوا هالفخاد الدجاج الحلوين المحمرين اللي بيعقدوا اللي بيطوشوا اللي كذا، يعني اللي جينا خلطناهم مع معجون الطماطم مع عصير الحامض مع زيت الزيتون مع الفلفل كمان الحر او البابريكا كمان وشوي صغيره من الاوريجانو وملح. وقولي لي وقولي لي وقولي لي طيب هلا هوني خلصنا منه، ما راح ارجع عيد هودي المافنز لانه خلص زهقت انا من اعاده الوصفه. اوكي حلوين هودي مع الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر والبسطرمه، انتم اذا ما بتحبوا البسطرمه ما بتحبوا الفلفل كمان الاحمر او شيء من النوع بتشيلوا اللي بدكم اياه وحطوا شو ما بدكم محلها، مهم ارتكزوا على نفس الوصفه. طيب هون شو صار عندنا؟ اوكي طيب اوكي هون طيب وينكم؟ وين اذا بدك تروح لهونيك بتروح لهونيك. اوكي يلا باي باي بنشوفك. هون عندنا بندورة، عندي البصل، عندي كمان الكزبرة، اوكي بندورة، البصل، الكزبرة، رح نجي نعمل خلطة مع الافوكا، طلعوا كيف؟ بجي أنا بقطع الافوكايات كلهم سوا هون، يلا يا شيف شادي، بنحطهم عليهم، عم نعمل مثل سلاد، لكن حطيت من الكزبرة، من البندورة أنا، من كمان البصل، طلعوا كيف هون؟ واو 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 طلع كيف. وهلا يا شيف شادي هون بدنا نضيف الذره، بتحب الذره؟ بنضيف كلنا بنضيف الذره. اوكي بتعرفي الذره وين؟ لونها صفرة هيك صغيره. هذا مش اخضر؟ لا هذا صفرة. طلع كيف هون هالذره عليها هيك بهالطريقه، تفضلي اذا بتريدي اعملي معروف. عصير حامض عليهم وبجي انا على زيت الزيتون وفينا نحط فيهم اذا بدنا نحرحرهم بشو ما بدكم، اعملوا اللي بدكم اياه، ملح وهون عندنا الفلفل بهالطريقه وملعقه كبيره وصاروا جاهزين. معي ولا مش معي انت؟ رائعه برجع هيدي كثير قويه. بس ما رح تعميكي منها. ليه؟ لانه رائع. بس انت الرجال وانت الانسان العظيم مزعجين بالبيت، انت العنصر اللي ما فينا نتخلى عنه. بالعكس يعني حتى لو بتطلعي بتغيري اللمبه بتنزعجي وبينزعجوا. بالعكس جيبي السلمي لهون. انت ما فهمت شو القصه، انه نحن مش حلوه اللمبه ما بتضوي مزبوط وبتشعشع وبتنور صح اذا ما انت بالزيت شلتها. لا انتوا نسواننا لازم تضوي البيت. انتم مضويين وخلقه. لا انتم نسواننا اللي بتضوي البيت. انتم مضويين. اوكي ضويتيني اياها لهون لهون. يلا الافوكا مع الذره مع البصل مع الكزبره، اوكي مع حلوين ما فيك تقولي وحياتك كثير. امسكيهم اعملي معروف جاي لعندك. هلا اللي بدنا نعمله هو التالي، تفضل بنجيب نحن هذا الصحن اللي بدنا نقدم فيه ما هيك هالفخاض اللي نحن عاملينه. شو بنعمل؟ فينا نعمل رز كمان، نعمل نودلز ونحطهم هون إذا بدنا، وفينا ما نعمل، فينا نشتغل هيك، بناخذ نحن الفخاد بهالطريقة، بنحط وحدة هيك، وحدة هيك بالعكس. هيدي عكس؟ هذا مش العكس، هذا العكس. ما هيك؟ طلع كيف هون العملية، الذكاء اللي راح مني عم تفهم. عن جد هول الأربع كبايات؟ أربع كبايات، إيه بعده في هيدا في عليهم، أوكي طلعي هون، وحدة هيك وحدة هيك، بيعطوا كمان جمال للطبق. يلا يا شيف شادي كمان هون، وكمان هون هيك بهالطريقة الحلوة، والصوص أكيد بتبقى. طلعوا شو رح نعمل بهالطريقه هيك، وبجي انا لهوني طلع 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 شو رح يصير. الخلطه هيدي فوقون، جربوها اذا بتريدوا اعملوا معروف. هذا هو اللي عم اقول عنه انه ممكن يكون شيء سخن وبارد مع بعضه ولا اطيب من هيك. اول شيء هيدي لوحدها فينا نقدمها بعد شوي اكيد. طلعوا كيف. وهون هلا اللي بيبقى شو بنعمل نحن؟ بناخذ الصوص والصوص عليها.
شو فهمنا؟ جربنا. يعني انا برايي هيدي الصوص كثير طيبه، حاره شوي صغيره، فيكم انتم ما تحطوا حار، اوكي؟ اللي هي بيكون فيها عصير حامض، معجون الطماطم، زيت الزيتون، الاوريجانو، الملح والفلفل عليها. ما تزيدوا لها اذا بدكم من الحر البودره او البابريكا، بيمشي الحال. بتبل فيها هالفخال او السفاين او الدجاج كلها، ويلا على الفرن. شو بنعمل؟ بنعمل هالخلطه من الافوكا مع الذره، اوكي، بهالطريقه الجميله هون. وشو بنعمل نحن؟ طلع شو بنعمل؟ بنسكبهم فوقهم، وهون كمان فينا نقدمها لوحدها. طلعي شو حلوين. ها رح اعمله هيك، ورح نجيب هون من الخس اللي عندنا اللولا روسا، بنحطهم بهالطريقه هيك، مثل كانه عم نعمل شو؟ عم نعمل سلاد. طلعي شو حلوه هون، ويلا يا شيف شادي بنقدم. لكن هذا بنكون تعلمنا شو؟ تعلمنا السلاد، تعلمنا موضوع كيف فينا ننقع الدجاج ونخبزه او نشويه بطريقه كمان جميله، صح، وكيف فينا كمان نحط الصلصه الحره الحمراء مع السلطه. رائع. معي ولا مش معي؟ طبعا. جريت. انتقل هلا هون على الوصفه اللي صارت جاهزه. البرغل الحر او الملفوف الحر. يامي. طلع كيف؟ انا عندي هالملفوف اللي صار جاهز، طلعي ما اجمله. هالمدفونه برجع بعيدها بسرعه. ايه كثير حاره شوي صغيره. بليز. حطينا فيها رب الحر، هو اسم الوصف اليوم، اسم وصف اليوم ملفوف بعد الحر. مره وصف اليوم. لما طلعتي فيني ما عرفتك انك سامعتيني. تسمعي انت بدون ما تطلعي. لانه قاعده مش حمود. اوكي. مش حمود عم بيسمعوا هنيك منيح. بيسمعوا منيح. طلعي كمان. واحد هيك يا شيف شادي كمان هون بعقده بجننه. وها يامي يا شيف، انت ما بتعرف قد ايه انا مغرومه بالبرغل البندوره. عن جد طلعي شو حلوين. بس حارين. هيدا اسمها هيدي الوصفه الملفوف الحر. بصل، زيت زيتون، ملفوف مقليين كلهم سوا، من بعد ما نقليهم كلهم سوا بنضيف لهم، تنقول اذا كان كوب واحد من البرغل بدهم يقابلوا كوبين من المي. بتكتكو زي من فعل تك 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 تينك تك تيك تك تيك تك، اوكي؟ من بعد ما يتكتكو بنجي بنخفف النار عليهم اكثر بعد، وبنرجع بعدين بنطفي النار عليهم بعدين اكثر بعد، وبننطر بعدين دقيقتين اكثر بعد، بصيروا مستويين اكثر بعد. حبيتيني؟ ما سوري سوري جي هنا بتحط هون قد ايه بعد عنا؟ بس 30 ثانية. 30 ثانية؟ دقيقة كثار اسرع. بتلاقوا دعايات او شيء؟ لك تأثير العملية، تأثير العملية على الباطن، باطن الدماغ طبعا، اوكي، اعطاني معنويات اكثر واعطانا افكار اكثر. يعني انا ما كنت اعرف، يعطيك الف عافيه شيف، ما كنت اعرف انه فينا نخلط الحر مع الملفوف، اوكي، الا باضافه الذكاء على الدماغ. عرفتي كيف؟ انا ما فهمت شو قلت. انت فهمتي؟ ما رح افهم ولا بحياتي رح افهم. شيف يعطيك العافيه، نهارنا كثير حلو. بكره اول شيء غير الوصفات اللي عملناها اليوم، كان نهارنا كمان جميل بس قصير، مثل كل يوم جمعه. بكره في حلويات، بكره رح يكون في ملح وحلو، حلو. وبعد بكره رح يكون كمان حلو، وبعد بعد بكره رح يكون نهار التنين اذا الله رد. حتكون موجود؟ اذا الله رد. ماشي، اذا الله رد. فيك تاخذ بريك؟ لا. طيب. ميرسي لكل اللي تابعونا اليوم بحلقه عالم الصباح، اكيد بكره حلقه جديده، انطرونا بفقراتنا، واليوم ان شاء الله يكون نهاركم حلو، بنشوفكم بكره، باي. ولا حرف. Yeah.